يمكن بالفعل مقر للنادي الاهلي بالجزيره ترتيبات خاصه للاجتماع الخاص طبعا بالجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، لكن قبل ما نتطرق سريعا او اكلمك طبعا عن الامور الخاصه بالترتيبات، يسعدنا طبعا في هذه اللحظات ننضم الينا طبعا اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء طبعا في البدايه بنرحب بيك، ويمكن طبعا العمل على قدم وساق طبعا ترتيبات مهمه جدا للاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي اليوم الاول زي ما قلنا مدينه نصر واليوم الثاني الجزيره. حطينا في الاجواء الخاصه بالنسبه للترتيبات، انا عارف ان كل الامور ماشيه بشكل رائع جدا، لكن حطينا في الترتيبات السيد لو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك ان شاء الله بكره التصويت هيبتدي 9، بس قبل التصويت انه ابتداء من 9 صباحا من الشيخ زايد فرع النادي في الشيخ زايد هيبقى فيه 20 اتوبيس على مدار اليوم مجهزين تماما، اتوبيسات مكيفه لراحه الاعضاء، هنقلوا الساده الاعضاء من الشيخ زايد الى مدينه نصر. وفي 20 اتوبيس تانيين من الجزيره، لان اعضاء الجزيره على الرغم ان هم عندهم تصويت يوم السبت هنا، لكن هم عايزين يروحوا اول يوم في مدينه نصر، وبرضه هيبقى في 20 اتوبيس على مدار اليوم رايح جاي هينقلوا الساده الاعضاء الى مدينه نصر. الوصول لمدينه نصر هيبقى في مجموعات من ابناء وبنات النادي الاهلي المحترمين، هياخدوا الاعضاء من اول بوابه الدخول لغايه المكان المقرر للعقد التصويت، عشان هي مش جماعيه بس عشان الناس بس تفهم، وهيدخلوهم اللجان. كل لجنه مكتوب عليها رقمها، حضرتك هتلاقي محطوط بره صوره بطاقه عضويه كارنيه متعلم فيه فين رقم اللجنه بتاعتك، فالموضوع هيبقى سهل، حضرتك هتشوف الكارنيه مش محتاج انك انت تستفسر حاجه. لكن برضو في اثنين من موظفي النادي الاهلي استعلامات موجودين، لو حضرتك عايز تستفسر اي حاجه هتلاقي الناس تجاوب لك على طول مجلس الكمبيوتر بتاعتهم بكل حاجه. التصويت حضرتك هتخش تمضي وتاخد بطاقه التصويت وهتحطها في الصندوق مطرح ما انت واقف وتخرج، الموضوع كله مش هياخد 3 4 5 دقايق بالكتير مش اكتر يعني. ده بالنسبه لمدينه نصر، احنا هنا في الجزيره اختيار الصاله المغطاه برضو ترتيبات مكثفه، هنا برضو عايزين نحط الناس في الجزيره هنا اختيار الصاله المغطاه برضو شايفين عدد كبير جدا يسع ان شاء الله كل الاعضاء. طيب هو اولا احنا 25 اغسطس، الجو زي ما حضرتك شايف حر، السرادق المقام في مدينه نصر، انا كنت هناك النهارده الصبح، حاطين فيه اجهزه تكييف برضو تيسيرا للاعضاء عشان حتى الثلاث دقايق اللي هو فيهم ما يبقاش متضايق. تاني يوم ان شاء الله هيبقى برضو فيه 20 اتوبيس من الشيخ زايد الى الجزيره، و20 اتوبيس من مقر النادي في مدينه نصر، مقر النادي في مدينه نصر تاني بقول لانه مقر بناء على جواب رسمي مديرية الشباب والرياضة إلى الجزيرة، برضو 20 أتوبيس هيبقى على مدار اليوم. تأكيد أنا عايز أأكد على النقطة المهمة دي يا سيادة اللواء، إن مقر النادي الأهلي الجزيرة ومدينة نصر هو مقر واحد وليس فرع، عايزين نوضح الأمر ده لأن في التباس كبير جدا الفترة اللي فاتت وحملات مكثفة على مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي، الأمور مغلوطة شوية يا شيرين بيه، عايزين نوضح النقطة دي لأن مهمة جدا. طيب عايز حد يمسك كارنيه أحد الأعضاء من النادي الأهلي يقول لي ده جزيرة ولا مدينة نصر، مفيش حاجة اسمها جزيرة ومدينة نصر. وبقول لحضرتك جواب رسمي في 2015 ان مقر النادي في مدينه نصر والاهلي والجزيره واحد، مكتوبه كده الجواب مكتوب كده وموجود عندنا الجواب، فيعني ما فيش حاجه اسمها جزيره مدينه نصر فرع، ده الكلام ده الشيخ زايد فرع، لكن مدينه نصر لا ده مقر ومن حق اعملها هنا او من حق اعملها هنا وعلى يومين وعلى فكره وعلى ثلاثه، ما فيش ما يمنع. انا عايز نص قانوني حد، بلاش الكلام اللي هو المرسل، فين احنا طلبنا اكتر من مره، لو في نص قانوني هنلتزم بالقانون، ما فيش ما عنديش نص قانوني، ما عنديش يمنعني ان انا اعمل جمعيتي هنا او هنا او اجتماعي الخاص هنا او هنا ويوم او يومين، ما عنديش ما يمنعني من هذا. تاكيدا على كلام حضرتك يمكن النادي الاهلي الوحيد اللي شرح لائحته الخاصه بيه استفاد فيها بشكل كبير، ندوات كانت مكثفه من مجلس الاداره، يمكن كان في حماس كبير جدا من الاعضاء كلهم يمكن بيتكلموا ان احنا جايين نوافق على اللائحه، لان عارفين ان النادي الاهلي عمر مجلس الاداره مهما كان يحط النادي الاهلي او اعضائه في اي شيء خاص. طيب هو اولا اتعملت 3 ندوات في المقرين وفي الفرع، الاعضاء حضروا بيسالوا شافوا اللائحه، ده منتصف ثقافه جدا من الساده، وناقشوا بعض البنود وكل واحد كان بيستفسر، والسيد رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره قاعدين عشان يردوا على كل الاستفسارات. اعتقد ان احنا الوحيدين اللي عملنا كده لشرح الناس، كان ممكن نحط لائحتنا تعالى قول اه ولا او امشي، لكن احنا عايزين نسمع من الناس، قد يكون احد الساده الاعضاء له راي في حاجه ممكن نعدلها، لانه ده لائحه الاعضاء النادي الاهلي مش لائحه مجلس اداره النادي الاهلي. وبعدين ما هو مجلس اداره في انتخابات كمان شهرين ولا حاجه، ما هو يقول لك خلاص سيب الاستشهاديه واخش انتخاباتي ولما انجح ابقى احاول احشد وابقى احاول اغير، هم حطوا لائحه للنادي الاهلي للناس اللي جايه بعد كده، ما فيش حاجه اسمها ان حد يحط لي لائحتي في النادي الاهلي، احنا اول ناس حطينا لوائح، ما حدش يحط لي حاجه.
لكن اللائحه تتحط وبعدين ماشي هنحط لائحه للانديه. هل النادي الاهلي زي نادي كذا زي نادي كذا زي مركز شباب؟ لا لا، كل نادي له ظروفه، فكان لابد انه تضع الانديه ومنها النادي الاهلي وانديه كبيره ونادي الزمالك ونادي ليوبلس ونادي الجزيره، الانديه الكبيره كانت تدعى وان هم يتاخد رايهم، لان كل واحد يبقى له وجهه نظر. اعتقد انها كانت هتبقى مفيده للناس اللي حطت اللائحه وهي دي وهتاخدوها كده. لا مش هناخدها، لا مش هناخدها، انا واثق ان اعضائنا هيخشوا وهيختاروا اللائحه بتاعتهم، انا واثق من ده. موقف النادي الاهلي سليم 100% بالنسبه للاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي، لان برضه كان في تشكيك كبير جدا اخرها امس كمان، يعني الامور صعبه جدا بالنسبه للهجوم على النادي الاهلي، تاكيدا برضه من سياده اللواء ان موقف النادي الاهلي سليم 100%. لا سليم 100%، بس هو رساله، يعني اللي يتحدث عن النادي الاهلي لازم يكون عاش جوه النادي الاهلي عشان يعرف هو بيقول ايه، لكن ما يطلعش واحد يقول لي هنعملها في مدينه نصر عشان نطبخها ولا مش عارف نوضبها ونظبطها، تظبيط والطبخ ده مش عندنا. اذا كان هو مش عارف النادي الاهلي خليه يجي يقعد يومين ساعه بس في النادي الاهلي عشان يعرف مين النادي الاهلي. احنا اول ناس وكل الناس المحترمه احنا ما عندناش الكلام ده خالص، فاللي بيقول الكلام ده لازم يبقى عارف هو بيقول ايه كويس قوي، لانه احنا مش هنبص للكلام ده. لكن انا بتكلم من ناحيه، هو بيتكلم في اجراءاتي كده، ما بيتكلمش على مجلس الاداره. انا ما بطبخش وانا راجل ضابط ملتزم جدا، والنادي الاهلي اصلا انا داخل ملتزم والتزمت كمان بالنادي الاهلي، فعيب قوي لما حد يجي يتكلم لابد يبقى عارف هو بيقول عن النادي الاهلي. والنادي اكبر بكتير قوي من حضرتك انك تتكلم عليه تقول النادي الاهلي بيطبخ، مش مسموح هذا الكلام خالص. رسالة أخيرة كعضو للجمعية العمومية لأعضاء جمعية عمومية النادي الأهلي، إن شاء الله بالرهن على وعي الأعضاء غدا هيكون يوم فاصل في تاريخ النادي الأهلي إن شاء الله، اللي هو شيرين شمس، ممكن تقول إيه؟ لا أنا ما عنديش شك في أعضائنا، ما عنديش شك في وعي الأعضاء عندنا، ما عنديش شك في إن هم الناس أول ما حسوا أعضاء جمعية عمومية إن في حاجة بتتعمل ضد النادي وهم شايفينه وعايشين وبيقروا وبيسمعوا، إنه واضح إنه في قصة يعني كبيرة، فالناس لا هتقف مع النادي، مع النادي وليس مجلس الإدارة. الناس مش جاية تنتخب حد بكرة ولا بعده، الناس جاية واقفة لنفسها، للائحة بتاعتهم، هم اللي هيقرروا نفسهم، فدي حاجة بتاعتهم يعني. بس هم إن شاء الله جايين، وأنا بقول لحضرتك إنها بكرة هتعدي أكتر من 12:30 بكرة. شكرا، كل الشكر طبعا والتقدير للواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يمكن رسائل واضحه جدا طبعا من اللواء شيرين، ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اول يوم غدا في مدينه نصر من 9 صباحا ل 7 مساء. كل